غانا الأوروغواي الجولة الثالثة من نهائيات كأس العالم وين شاهدنا وين نقولوا باللي غانا وين تنهزم في هذه المباراة أمام الأوروغواي، يعني وين شاهدنا وين جورجيني الذي سجل هدفين في الدقيقة 26 والدقيقة 32 وانتهى الشوط الأول بهدفين لصفر لصالح الأوروغواي أمام غانا الذي أضاع الهدف الأول أندريا أيو عن ضربة جزاء ضائعة يعني في الدقيقة 21 لو سجلت لكان الهدف السبق، لكن شاهدنا وين الأوروغواي وين جورجيني يعود وين يسجل الهدف الأول في الدقيقة 26، هدف الثاني كذلك جورجيني اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32. شاهدنا الشوط الثاني محاولات غانا لكن بدون جدوى، شاهدنا لورينس يعني شاهدنا أليديو سياديو شانا دانيال محمد ساليسيو عبد الرحمن بايا شانا عبد الحميد شانا توماس محمد قندوس أندريا أيو جوردان أيو يعني وين ويليامز، لكن شانا دانيال شانا عيسى عثمان بوبكر يعني شانا أنطونيو لكن كمال الدين سليمان يعني لكن بدون جدوى امام منتخب يعني الاوروغواي. سيرجيو في الحراسه يعني وين خوسي ماريا خيمينيز يعني كذلك في المدافع سيباستيا ماتيس يعني وين رودريغو فيدريكو جين جوريجين يعني المسجل الهدفين سانا يعني يعني لويس سواريز يعني كانت نقولوا بلي مباراه كانت في صالح المنتخب الاوروغواي. هذه هي الجوله الثالثه غانا الاوروغواي، غانا 0 الاوروغواي هدفين نهائيات كاس العالم 2022 قطر. ما تنساوش اعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واعطونا كما يقول لك اللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم. سعيد وخالتي.